السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده وفي نهار جديد. نتمنى هذا الفيديو وهذه الوصفه تلقاكم في احسن الاحوال، كلكم بنياتي لداخل الوطن وخارج الوطن، كلكم تحياتي لكم كبيره. وبنياتي اللي كتبوا لي تعاليق ديال الحمل، الله يثبت الحمل ديالهم. انا حطيت التعاليق ديالهم في البوست باش تشوفوه وتحفز البنات اللي باقي ما حملوش، والبنات اللي باقيين ما حملوش الله يجيب لهم الذريه الصالحه باذن الله. هذا الفيديو السابق اللي قلت لكم ابنياتي تاع اللي البنت اللي بغات دير التلقيح وقلت لها لا ما ديرش التلقيح، يعني ديري التلقيح اللي كانت في حاله المبايض، عندك يعني تكيس المبايض ما كتحتاجيش للتلقيح. لكن هاد ما بقاش تجاوب هاد الفيديو، وكتبوا لي شي بنات قالوا يا خالتي حنا باغيين نديروا التلقيح، يعني من غنديروا التلقيح حنا دايرنا مع الطبيب غنديروا التلقيح، اشنو خاصنا نديروا قبل التلقيح؟ بغيت نقول لكم، غنقول لكم هذا الشيء كله بنياتي، اي حاجه كتسالوني يا بنياتي غادي نقولها لكم ان شاء الله. بسم الله على بركه الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بغيت بنيتي نجاوب هاد البنيات اللي باغيين يديروا التلقيح وتيقول يا خالتي اش غنديروا قبل ما نديروا التلقيح. قبل ما كديروا التلقيح الطبيب ديالكم راه كيعطيكم واحد شي ادويه، لذاك الطبيب اللي غادي يدير لكم التلقيح كيعطيكم اشنو هي الادويه؟ كيعطيكم حمض الفوليك، كيعطيكم حمض الفوليك. هذا الحمض الفوليك هو اللي كيساعد على تنشيط المبايض ديالكم باش يخرجوا اكثر من البويضتين، باش يعزل البويضه اللي هو كباغيها. واين هذا الحمض الفوليك؟ تيساعد على البويضه تكون توصل لحجمها الطبيعي، حجمها الطبيعي للتلقيح هو من 22 من 20 حتى 22، يعني ماشي اقل من هذا الرقم باش تكون قابله للتلقيح. وايضا باش يلقاو القلب بويضه يعني مزيانه، يعني يافعه ومزيانه، ما تكونش يعني غير صحيه، تكون صحيحه جدا. وانا انا بدوري كنعطيكم انايا الوصفه ديال الحمض الفوليك بالمكونات الطبيعيه، يعني طبيعي هما كيعطيو الادويه وداكشي، وانا غنعطيكم بدوري الوصفه الطبيعيه لتنشيط المخزون، لتنشيط المبايض ديالك، ولتحسين البويضات، ولتكبير البويضات وقابله للتخصيب، وكتقوي حتى جدار الرحم. تجدر الرحم كتقويها باش مني يخصب البويضه تدير تلقيح البويضه ويبغي يحطها لكم في الرحم ديالكم، يلقى الجدار ديال الرحم يقدر يتعشش فيها، يكون متين، يعني جدار الرحم يكون مزيان. هاد الوصفه راه ساهله ماهله، وهاد الوصفه راه ناجحه 100%. داروها البنات بزاف اللي قال لهم الطبيب ما عندكمش المخزون ميت، صافي قال لي مع سيرك بول ما على كرشكم، راه ما عندكمش المخزون، على المخزون نهائيا ما غاديش 0.01 ما عندكمش. وداروا هاد الوصفه ورجعوا لي وقال لي خالتي راه بهاد الوصفه راه ولا عندنا المخزون ولو البويضات وحملوا وولدوا. هاد البنات راه بهاد الوصفه، الا وهي بالوصفه ديال اوراق الرند، اوراق الرند، اوراق موسى. هاد اوراق الرند واوراق موسى مليانين بحمض الفوليك، فيهم حمض الفوليك كثير، زوينين زوينين زوينين. ومعاهم واحد المكون اخر وهو اعواد القرفه، اعواد القرفه، خذوا القرفه اللي كتكون سيجار بحال هادي. هاد القرفه اش كدير؟ كتحارب التكيسات، ما كتخليش عندك التكيسات، يعني كدير واحد التنشيط ديال الدوره الدمويه، الدوره الدمويه كتخليها يعني جاريه، ما كتخليهاش متجلطه عندك، وكتسخن لك الرحم ديالك وتسخن لك الجسم ديالك باش المناعه ديالك ترتفع. هاد القرفه زوينه زوينه. ومني كنستعمل القرفه مع اوراق الرند كيتكون واحد المشروب رائع احسن من حمض الفوليك. اش كديروا بنياتي؟ كتاخذوا ورقتين ديال ورق الغار بحال هكا، ورقتين ديال اوراق الغار بحال هكا، جوج ورقات وكتغسلوهم، يعني كتاخذوا الورقه الثانيه ها هما كتغسلوهم وكتحطوهم في كاس
كيكعسوا معاهم عود تاع القرفه بحال هكا، عود تاع القرفه وتصبوا عليهم بعد ما تغسلهم طبعا، وتحطهم وتصبوا عليهم يعني تصبوا عليهم الماء الغليان، تصبوا عليهم الماء الغليان وتغطيهم وتخليهم يطبقوا. امتى؟ انا غنشرح لكم امتى بنياتي. نهار مني كتغسلي من الدوره نهائيا، ما كتبقاش عندك الدوره، كي تغسلي وتعومي منها وتدوشي منها توجدي في الليل، توجدي هذاك الكاس تاع القرفه اللي فيه جوج عود تاع القرفه وجوج اوراق ديال الرمل، وتكوني كبي عليهم الماء غليان وتغطيهم في الليل مع الصباح الباكر قبل الفطور، كتصفي ذاك الكاس وكتشربي، ما يهمش دفيه او ما تدفيش او بارد ماشي مشكل، المهم كتشربي ذاك الكاس صفيه وتشربيه، ومن تشربيه مباشره صوبي كاس اخر بقرفه جديده وبأوراق رمل جداد، تغطيهم انت تغطيهم وتخليهم حتى قبل النوم، مي تبغي تخلدي الى النوم تشربي ديك الكاس، يعني من وراء قلت لكم الدوره مده 10 ايام، من وراء الدوره مباشره مده 10 ايام، وانتي كتشربي جوج كيسان ديال من اوراق الرمل والقرفه 10 ايام، وغادي تلقاي بان البويضه ديالك يعني تنشطوا ولاو اخرين وتجدوا، نشط المبايض تكبر البويضه قابله للتلقيح، قابله للتخصيب، زوينه من داك الشيء، والجدار ديال 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 الرحم ديالك تقوى، يعني كتقوي جدار الرحم اللي كتساعد على تعشيش البويضه باش ان شاء الله يكون حم باذن الله تعالى. يا اما بغيتي ديرو التلقيح ديرو قبل ما ديرو التلقيح، غديرو هاد الحمض الفوليك الطبيعي، او لو بغيتي ديرو الحمض الفوليك ديال الطبيب اللي كيعطيه لكم، ولا نتوما الادرى. وبنياتي اللي باغيني يقوي ما عندوش التلقيح باغيني يقوي ما عندوش كلام الطبيب، ما عندكمش المشكل، ما عندكمش البويضات، الخزون عندك ضعيف، ديري هاد الوصفه رائعه، راه مجربه، راه مضمونه باذن الله تعالى، راه البنات بزاف ولدوا عليها، وكثير البنات اللي تقدموا في السن، اللي كيتقدموا في السن كيقول لهم الطبيب صافي راه مابقاش عندكم البويضات نهائيا، المخزون مابقاش عندكم، ديروا ما تأسم على الله اللي أسم على الحياه، ديروا هذه الوصفه ورجعوا لي الخبر، راه هذه الوصفه ديال القرفه وورق الرمل اوراق الغار اوراق موسى راها زوينه بزاف بزاف بزاف، راه لقات عندي اقبال كبير عندي في القناه، وبغيت نذكر بها بناتي اللي دخلوا جداد وكيقلبوا على تنشيط المبايض ديالهم، ويعني تكبير البويضه وزياده المخزون، عليكم بهذه الوصفه ان شاء الله. وشكرا لبنياتي، ونتمنى لبنياتي كلكم اللي باقي ما حملوش الله يجيب لكم الوصله للذريه الصالحه، واللي حملوا الله يثبت الحمل ديالهم، واللي مريض الله يشافيه، واللي ما عندوش الله يجيب لي، وكلكم عيدكم مبارك سعيد، والله يدخل علينا بالصحه والسلامه ويعني وسلامه الوقت، وكلكم بنياتي الله يفرحكم، كلكم اللي يفرحكم داخل المغرب وخارج المغرب كاملين متتبعاتي، والى اللقاء في فيديو اخر وفي وصفه اخرى، ومع السلامه.